بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بالاستفسار والوقفات مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من محاجة إبراهيم لقومه، حيث جاء في أولها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب المجادلة والمحادة لها، المجادلة وبيان الحق لهم حتى يتضح أنهم على غير حق، وهم يعبدون الكواكب، الحرانيون يعبدون الكواكب، فأراد أن يبطل ما هم عليه من عبادة الكواكب. فلما جن عليه الليل، يعني غطاه الليل بظلامه، رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي، أي بزعمكم. فلما أفل، يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، الذي يتغيب ويدبر ويجرى من المشرق إلى المغرب، هذا مدبر، والمدبر لا يكون إلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل، يعني غاب، قال لئن لم يهدني ربي إلى معرفة الرب الحقيقي مالك الملك ذي الجلال والإكرام، لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. كل هذا من باب المجادلة لقومه ليبين بطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب. تدرج من الأصغر إلى الأكبر، أكبرها الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما أفلت، يعني غابت في الأفق، قال يا قوم إني بريء مما تعبدون. هذه لا تصلح للآلهة التي تعبدونها، لا تصلح للعبادة ولا تصلح للألوهية، لأنها مدبرة، تبرز من المشرق وتذهب إلى المغرب، هذه مدبرة فليست إلها. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي يدبر هذه الأفلاك وهذه الكواكب هو الذي يستحق العبادة، لأنه مالك الملك القادر على كل شيء.
هذا هو الرب الذي يستحق العبادة. أما الذي يدبر ويسير من المشرق إلى المغرب فهذا مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها بل يكون عبدا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للخالق البارئ المصور الذي خلق هذه الأفلاك ودبرها وسيرها بقدرته وتدبيره سبحانه وبعلمه، هذا هو الرب المستحق للعبادة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، يعني من عبادة الكواكب وكل ما عبد من دون الله عز وجل، إني بريء مما تعبدون. وحاجه قومه، جادلوه في هذا، قال أتحاجوني في الله، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله أي سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، حاجه قومه قال أتحاجوني في الله. فانخصموا عند هذه المجادلة ولم يكن لهم دليل يقابلون به حجج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأظهر عليه الصلاة والسلام بطلان هذه الكواكب وبطلان ملة هؤلاء القوم الذين يعبدونها. نعم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شيخ صالح، يعني بلادنا تعيش هذا الأمن والأمان وهي نعم يعني تكملت الآيات. نعم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وهو الذين نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني دلني وأرشدني على الخالق الذي يستحق العبادة دون ما سواه. أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام والكواكب، لا أخافها لأنها مخلوقة مدبرة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء الله ربي. فالأمر بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تحاجوني في الله وهو لا تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به من الكواكب والأصنام، لا أخافها لأنها مخلوقة ضعيفة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فالله جل وعلا أقام الحجة على يد خليله إبراهيم عليهم وانخصموا. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف ما أشركتم من هذه المخلوقات الضعيفة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالك الملك بالجلال والإكرام القادر على كل شيء. ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة. ما هي حجتكم على عبادة المخلوقات والكواكب ما لم ينزل به سلطانا؟
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالأمن، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى أو الذي يعبد الكواكب؟ أي الفريق يسألهم أي الفريقين أحق بالأمن وعدم التخويف وعدم الخوف من هذه المخلوقات؟ أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يعبد الله وحده مالك الملك أو الذي يعبد هذه الكواكب وهذه المخلوقات التي لا تملك شيئا إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الله جل وعلا هو الذي علم إبراهيم وألهمه وأوحى إليه فخصمهم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى أي الفريقين أحق بالأمن. قال جل وعلا: الذين آمنوا بالله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بظلم، يعني بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، كما في قوله تعالى: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه، وإما مطلق الأمن الذي قد يكون معه خوف، ولكن النهاية لأهل التوحيد، وإن عذبوا وإن حصل عليهم ما حصل فعاقبتهم النجاة والفوز بالجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، ولم أولئك لهم الأمن المطلق أو مطلق الأمن على حسب إيمانهم واعتقادهم، وهم مهتدون. مهتدون أي يسيرون على حق، مهتدون في سيرهم إلى الله عز وجل، هم على هدى وأنتم على ضلال. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وحاجه قومه إلى آخر الآيات. نعم. جزاكم الله خير على الوقوف مع هذه الآيات. الشيخ صالح، الأمن والأمان نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر والثناء على الله عز وجل، وبلادنا ولله الحمد والنعمة تعيش هذا الأمن والأمان، فما واجبنا نحو ذلك؟ نعم، نحن والحمد ولله الحمد في نعمة عظيمة في بلادنا، حيث نعيش الأمن في أسفارنا وفي ديارنا وفي بيوتنا، لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة. الله جل وعلا ذكر بهذا فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم الأمن على الرزق، لأن الذي ليس عنده أمن لا يتهنى بالرزق، ولا بل ربما يؤخذ منه ويقهر، وربما لا يطمئن في رزقه لفقدان الأمن. الله جل وعلا في هذا بين أهمية الأمن. أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي قد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. طيب. الذي سبب لهم التمسك به هذا الأمن ووفر لهم هذا الرزق. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، علما بأن الأسئلة نرجو أن تكون مختصرة وواضحة، وفي أيضا محيطنا الشرعي
كما نذكر بتليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13. فضيلة الشيخ من الأسئلة فيه تكملة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله ألهم إبراهيم وأوحى إليه هذه الحجة التي خصمهم بها وقصم ظهورهم، وبين أن الأمن إنما يكون مع أهل التوحيد. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد كما هو معلوم نعيش في أمن واستقرار، الحمد لله، وراحة بال، الحمد لله، بينما يتخطف الناس من حولنا، الحمد لله. قال الله جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله سبحانه وتعالى حينما بوأ لإبراهيم مكان البيت، إبراهيم دعا قال: رب اجعل هذا البلد آمن، رب اجعلني، قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة، وارزق أهله من الثمرات. قدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الرزق مع فقدان الأمن لا ينفع أهله. وتلك البلاد الآن عن يميننا وشمالنا في قلق وفي خوف وفي قتل وقتال وانفلات الأمن فيها، وهذه البلاد السعودية ولله الحمد تعيش في أمن وارف، الحمد لله، بسبب أنها تحقق عبادة الله وحده لا شريك له، وتقوم على خدمة هذين المسجدين الشريفين، وتمكن للناس الحج والعمرة، تسهلها لهم، تقوم بخدمة الحرمين وخدمة الوافدين إليهما. هذا من نعمة الله على هذه البلاد. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ما نبدأ ونستعديكم بالاتصالات. معنا ماجد. ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ حياك الله. سؤالك يا ماجد: ما معنى قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون؟ طيب، شكرا. نعم، الشعراء اتبعهم الغاوون. اقرأ الذي بعده تعرف السبب: ألم ترى أنهم في كل وادي، يعني الشعراء، في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا انتصروا من بعد ما ظلموا. فالذين اهتدوا من الشعراء كحسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين، هؤلاء استثناهم الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل: هل يجوز أن نبيع الذهب بالتقسيط أو أن هذا مخالف للسنة؟ إذا بعتم الذهب بغير الذهب أو بغير الفضة، وإنما بعتوه بسلعة كالطعام والأقمشة والسيارات وغير ذلك، يجوز التأجيل في هذا. أما إذا بعتم الذهب بذهب فلا بد من أمرين: لا بد من التقابض في المجلس، ولا بد من التساوي في المقدار. وأما إذا بعتم الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فإنه يجب أمر واحد، وهو التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم.
إذا كان يدا بيد بيعوا كيف شئتم، يعني متساويا أو متفاضلا. إذا كان يدا بيد يعني إذا كان حصل التقابض في المجلس ولم تتفرقا وبينكما شيء. نعم يا شيخ صالح، ما حكم أكل من ذبح ذبيحة وهو جاهل بالسنة؟ ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس عنده شرك بالله فذبيحته حلال، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فذبيحة المسلم حلال حتى ولو نسي التسمية فإنها حلال، لأنها التسمية على قلبه وعقيدته. نعم. الأسئلة التي وردت منها هذا السؤال شيخ، يقول السائل أبو خالد: الجمعية المالية ما حكم الأفراد الذين يقومون بهذه الجمعية بينهم في العمل؟ يضع كل فرد من أفراد الجمعية مبلغ مالي، وفي نهاية كل شهر تجمع هذه الأموال ويأخذها شخص وتدور عليهم في نفس العام. والله هذا أجازه كثير من علمائنا، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه جائز، لكن أنا لا أرى جوازه لأنه ما أقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه، فهي جمعية تقارضية، كل طرف منها يقرض أصحابه بشرط أن يقرضوه، وهذا إذا كان القرض مشروطا في قرض فإنه لا يحل ولا يجوز. نعم. ينطبق عليه شيخ صالح كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نعم، هو نفس الشيء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ما أقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه وأن تدور عليه الحلقة فيستلم هذه المبالغ المجتمعة، لم يقرضهم لوجه الله ليوسع عليهم ولم يشترط عليهم شرطا منفعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو داخل في هذا أنه جر نفعا للمقرض، لأنه ما أقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه. نعم. تفضل يا أبو أحمد من مكة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني الشيخ في ذنوب كبائر تمحوها التوبة النصوحة، نبغى تفسيرها للإخوان، وفي توبة نصوحة في كبائر الذنوب لا تمحوها التوبة النصوحة، مثل أكل أموال الناس بالباطل وحقوق الوالدين، وفي كبائر مثل حلق اللحية ومثل شرب الدخان والصلاة في البيت، نشوف ما هي كفارتها يا شيخ إذا أقلعوا عن الدخان وإعفاء اللحى والصلاة في المساجد، ما هي كفارة هذه الذنوب؟ شكرا، جزاكم الله خير. يا أخي هذا التفصيل من عندك، ما له أصل. الذنوب نعم تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نار، وأما الصغائر فهو ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد، نهي عنه يكون حرام محرم ولم يرتب عليه وعيد. وكل الذنوب يا أخي، الكبائر والصغائر والشرك بالله وما دونه، كلها تكفرها التوبة النصوح الخالصة التي ليس فيها كذب، وإنما هي توبة خالصة نيته لله فيها، هذه تكفر جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة تكفر جميع الذنوب، الكبائر والصغائر والشرك بالله وما دونه تكفره التوبة الصادقة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح.
ورد حديث الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، هل يكون الدعاء في كل وقت أو بعد عبادة الصلاة؟ الصحيح حديث الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهذا فيه مقال والله أعلم. وعلى كل حال يعني الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وليس كل العبادة محصورة في الدعاء، وإنما الدعاء نوع منها لكنه أكبرها وأعظمها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا شيخ أريد أن أشتري بيت، وذهبت إلى أحد المصارف وقال أنا أشتري لك هذا البيت وأقسطه عليك، الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي في ذلك أن البنك أو غير البنك إذا اشترى البيت وملكه ملكا تاما ثم أراد أن يبيعه عليك أو على غيرك هذا لا بأس به، لكن لو حصل بينك وبينه اتفاق ومواطأة قبل أن يشتري البيت وتم العقد بينك وبينه ثم ذهب يشتري البيت بعد العقد بينك وبينه فهذا لا يجوز، لأن البنك باع شيئا لا يملكه قبل أن يملكه. فإذا كان عند البنك بيوت أو سيارات أو سلع يملكها وهي بحوزته جاز أن يبيع على من يشتري منه، وأما إذا كان ما هي عنده السلع وإنما بعد ما يعقدون العقد يروح البنك أو غير البنك ويشتري السلعة التي وقع عليها البيع فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك. نعم. محمد من الطائف معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. نعم. زوجتي نذرت نذر إنها تصوم شهر كامل متواصل في حالة إن لا سمح الله ما طلع المرض المعين اللي عند البنت، فالحمد لله أن البنت طلعت سليمة ونذرت نذر إنها تصوم شهر كامل، هل تلزم بالنذر هذا شهر متواصل؟ ونذرت إيش؟ نذرت إنها تصوم شهر كامل متواصل. نعم يلزمها الصيام شهر كامل إذا تحقق الشرط الذي علقت عليه النذر، وأن تقول أنه تحقق والحمد لله، فيلزمها أن تصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله جل وعلا قال في المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى: وليوفوا نذورهم، قال تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر إذا كان نذر طاعة وتحقق الشرط الذي علق عليه فإنه يلزم، فيلزم هذه المرأة أن تصوم شهرا كاملا كما نذرت. نعم. أحسن الله شكرا. شيخ صالح، ما رأيكم في إلزام الناس لأنفسهم بهذه النذور؟ البعض منهم لا يستطيع، إما لقلة ذات اليد، وبعضهم لا يستطيع أن يصوم، ما رأيكم إلزام النفوس بهذه النذور؟ الدخول بالنذر يكره أو يحرم، وأما إذا دخل فيه فإنه يلزمه الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تنذروا، في رواية: فلا تنذروا. فما دام الإنسان على السعة يفعل الطاعة ويتجنب المعصية ويفعل الخير دون أن يلزم نفسه بنذر، وأما إذا نذر وحصل وإذا نذر وعلق نذره على شرط وكان نذر طاعة مثل الصيام والصلاة وسائر العبادات فإنه يلزمه الوفاء به، فهذه يلزمها أن تصوم شهرا كاملا لما تحقق ما تريده. نعم. جاءنا أكثر من سؤال حول هذا الموضوع يا شيخ،
ونريد أن نعرضه على فضيلتكم. يقول أبو محمد: جاءني قرض من البنك العقاري وأريد أن أبيع على شخص آخر هذا القرض لأنني لست في حاجته الآن، ويعطيني مبلغا من المال. هذا تذهبون إلى البنك العقاري فإذا نقله منك إلى الآخر هذا راجع للبنك العقاري، إذا رضي بهذا ونقل القرض إلى ذمة الرجل الثاني لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ صالح. إذا زاد الإمام ركعة واعتدت بها وأنا مسبوق، فهل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزدت ركعة؟ نعم، الركعة الزائدة سهوا لا يعتد بها، فأنت يلزمك أن تكمل الصلاة ولا تحتسب الركعة الزائدة لأنها ليست صلاة وإنما هي سهو. نعم يا شيخ. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان أن يوضح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة؟ وهل الدعاء في القنوت مثلا في رمضان كغيره بعد رمضان؟ نعم، الدعاء في الوتر في رمضان وفي غيره يكون في الوتر بعد الركوع، بعد القيام من الركوع، ويدعو بما تيسر له وما يحتاج إليه، وورد في ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في قوله: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وإذا أضاف له من الأدعية ما هو مشروع فإنه لا بأس بذلك، والحمد لله. نعم. ورد هذا السؤال يا شيخ، يقول: ما حكم ذهاب الرجل أو المرأة لفك السحر؟ وهل تكفي سورة البقرة؟ وما الأدعية في ذلك؟ السحر لا يجوز حله بسحر مثله، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر، وإنما يكون حل السحر بالرقية الشرعية من القرآن والسنة والأدعية الشرعية، ويكون بالأدوية المجربة التي يتداوى بها من السحر، الأدوية المجربة المباحة لا بأس بها مع الرقية الشرعية. نعم. حامد من الدمام، تفضل يا حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ عبد الكريم، وحياك الله يا شيخ صالح. تفضل يا حبيبي. الله يطول في عمرك على الطاعة. شيخ الله يرضى عليك. أنا أرتاد المستشفيات كثير بسبب مرض الأهل. ونرى يعني بعض الأشياء التي تسوء كل مؤمن والله. أرى اختلاط بين الرجال والنساء، تجرب بعض النساء في الحديث مع الرجال. آخر الأسبوع الماضي أنا كنت في المستشفى. التفاصيل ودنا نستفيد من الشيخ. خلاص، واضح سؤالك، واضح، شكرا لك. ايش يقول فضيلة الشيخ؟ ماذا على النساء من جهة التحجب وعدم المخالطة في ذلك؟ المرأة المؤمنة مسؤولة عن نفسها، ملزمة بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن، يعني النساء، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه،
الحجاب وهو تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب هذا أمر واجب، ولا يجوز السهور عند الرجال، يجب على المرأة أن تتستر بجميع بدنها ولا يظهر منها شيء من رأسها إلى قدمها، ما يظهر منها شيء عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تختلط مع الرجال بحيث تجلس مع الرجل جنبا إلى جنب أو تحضر الحفلات التي فيها اختلاط فيها رجال ونساء ويجلس الرجال إلى جنب النساء، كل هذه أمور محرمة. المرأة المسلمة تبتعد عن هذه الأمور وتقي نفسها من النار، تقي نفسها من النار ولا تتساهل في هذا ولا تغتر بمن يتساهل في هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. رجل يصلي الليل وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى ثالثة ناسيا، فماذا يفعل؟ يجلس، إذا قام إلى ثالثة يجب عليه الجلوس، كمن قام إلى ثالثة في فجر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم حزام من الطائف، تفضل حزام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، عندي سؤال فضيلة الشيخ، ما هو تفضل حكم إبعاد الزوجة وإخراجها من عند الوالدة في حال وجود مشاكل، هل يعتبر نوع من أنواع العقوق بالوالدة؟ لا يا أخي، ما هو هذا من العقوق، هذا من أداء الحق. الزوجة لها حق السكنة، أن تؤمن لها السكن المناسب لها، فإذا كانت لا تصلح مع الوالدة في سكن واحد فالتمس لها سكنا يناسبها مع برك بوالدتك وصلتك لوالدتك وحضورك عند والدتك في الأوقات التي تحتاج إلى حضورك. نعم، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي الوالدة حقها بالبر والإحسان، وأعطي الزوجة زوجها بالسكنة والنفقة والكسوة التي أوجبها الله عليك. نعم شيخ، هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت؟ نعم رفع اليدين عند الدعاء هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. نعم، ترفع الأيدي في القنوت وفي غيره من الأدعية، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع اليدين فيه. نعم. أيهما الأفضل يا شيخ، الدعاء عند القنوت أو وهو ساجد كما ورد في الحديث؟ كلاهما، يدعو في القنوت ويدعو وهو ساجد. نعم. يسأل أبو عبد الله عن كتاب الشيخ صالح طبقات بن سعد. نعم، هذه طبقة تراجم الرواة في الحديث وهو جيد ومرجع مفيد. نعم. ترك الزواج بالنسبة للرجل هل يكون قد خالف الفطرة مع أنه يقضي حياته في عبادة الله؟ إذا كان ليس فيه شهوة للنساء فلا مانع أنه ما يتزوج، أما إذا كان فيه شهوة ويخاف على نفسه فإنه يجب عليه التزوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فمن يخاف على نفسه من العنت يعني من الوقوع في الزنا فإنه وهو يقدر على الزواج فإنه يجب عليه، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعلى هذا السائل أن يتجنب أسباب الفتنة، الاختلاط بالنساء والنظر إلى النساء الفاتنات، ويتجنب أسباب الفتن والنظر في القنوات الهابطة وفي غيرها من ما يعرض في الشاشات التي لا تتقيد بآداب الشريعة، لا ينظر فيها ولا يجعلها في بيته. نعم
يقول بأنه دخل المستشفى ولم يصلي أسبوع نظرا لغيبوبته، وصحوت فأريد أن أصلي الصلوات خلال هذه الأسبوع، هل أبدأ بها مرتبة أم أصليها جميعا؟ يا أخي، الغيبوبة حددت بثلاثة أيام، فإذا كانت الغيبوبة ثلاثة أيام فإنه يقضي ما مر عليه فيها، أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فهذا لا يقضى، وإنما يحافظ على الصلاة التي أدركها وكان في صحة وحضور قلب، يحافظ عليها مستقبلا، وما حصل في وقت الغيبوبة الطويلة فهو معفو عنه. نعم. يسأل يا شيخ هذا أبو حامد، يقول هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو أنها تتنقل من ليلة إلى أخرى؟ ليلة القدر في رمضان بلا شك هي في رمضان، أما في أي ليلة الله لم يبين هذا لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، فمن اجتهد في كل ليالي رمضان حصل على الفضيلتين، قيام رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام ليلة القدر الفضيلة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلى المسلم أن يجتهد في كل ليالي رمضان وأن يحضر صلاة التراويح مع المسلمين ويحضر صلاة التهجد، فإذا لم يترك بعض الليالي فإنه يرجى له أنه أدرك ليلة القدر، أما من كان يقوم بعض الليالي ويترك البعض الآخر فهذا لا يضمن له أنه أدرك ليلة القدر لأنها قد تكون في الليالي التي تركها. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ، الأكل عند أهل الميت في أيام العزاء جزاكم الله خيرا، ما حكمه؟ هذا لا يجوز، المشروع أن يعد لأهل الميت طعاما، أن يعد لأهل الميت طعام يكفيهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم، قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم، فيصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، ولا يكون العزاء ليالي أو أيام، لا ولا يعقد له اجتماعات والعشاء عندك يا فلان الليلة والعشاء عندك يا فلان بكرة، هذه تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان وليست من الاجتماع، وفرش البيوت ووضع الكراسي وما أشبه ذلك كان عندهم زواج، هذا ما لا يجوز، هذا لا يجوز. التعزية أسهل من ذلك، تعزي أخاك إذا التقيت به في المقبرة، إذا التقيت به في المتجر، إذا التقيت به في المسجد، تتصل به في التلفون أو في الجوال إن كان غائبا، وهذا يكفي يا أخي عن تجمعات وعن صناعة أطعمة وعن ترك للأعمال ثلاثة أيام. سرادقات ما أنزل الله به من سوء، نصب السرادقات هذا أشد وتكلفة، وهذا مبتدع وليس هو من التعزية في شيء. نعم. محمد من حائل، تفضل يا محمد معناه؟ هلو. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. طيب فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على العمامة في الشتاء وما شابه ذلك مثل الشماغ، هل يدخل في ذلك العمامة؟ الشماغ يا أخي ما يمسح عليه، إنما يمسح على العمامة التي تستر غالب الرأس، العمامة التي تستر غالب الرأس، ويكون لها من الخلف ذؤابة تثبتها أيضا، فهذه هي التي يمسح عليها، أما العصابة التي هي لفة ولفتين على الرأس فوق الشماغ أو فوق
هذه ليست إمامة، هذه إصابة وليست إمامة. نعم. فضيلة الشيخ، والدتي ذهبت للعمرة ثم طافت بدون جورب، هل عليها شيء؟ نعم. يقول والدتي ذهبت للعمرة ثم طافت بدون جورب، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، عمرتها صحيحة، ولكن إذا كانت قد بدت رجلاها وانكشفت فهذا انكشاف شيء من عورتها، وهي لم تتعمد هذا فليس عليها شيء فيما مضى، لكن في المستقبل تستر نفسها سترا كاملا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل بالنسبة لدعاء ختم القرآن عند ختم الأولاد للقرآن، فضيلة الشيخ نقوم بحفلة ونوزع على الأولاد الهدايا ونقوم بدعاء والجميع من الأولاد يؤمنون عليه. إقامة الحفل بمناسبة ختم القرآن هذا لا بأس به، هو من التشجيع ومن شكر الله عز وجل، من التشجيع على حفظ القرآن، بشرط أن لا يكون هناك إسراف، بل يكون هناك حفل متوسط، ويكون هذا لشكر الله عز وجل ولإظهار الفرح والسرور بختم القرآن. نعم. بدر معنا، تفضل يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام شيخ، ما حكم العلاج بالأدوية النفسية وأغلبها مهدية أو مهلوسة، وهي أشبه بالتخدير ولها أثر سلبي على مدى الزمن الطويل، وفي نفس الوقت لها أثر جانبية، وهل الأمراض النفسية موجودة في السلف الصالح وما تقدم من الأجيال، وجزاكم الله خيرا. شكرا لك بدر. إيش السؤال؟ يقول بالنسبة للعلاج بالنفسية بالحبوب النفسية وغيرها، فضيلة الشيخ، هل هذا العلاج نافع وهل هو كان موجود في الزمن الماضي؟ يا أخي راجع الأطباء النفسانيين ليصفوا لك العلاج المناسب لك، راجع الأطباء النفسانيين ولا تمشي على العادات وما قيل ويقال من غير تثبت، راجع، هناك أطباء نفسانيون راجعهم. نعم. طيب يا شيخ صالح، الأمراض النفسية في وقتنا الحاضر ما أسبابها؟ الله أعلم، لها أسباب كثيرة والله أعلم، من أظهرها السهر، الناس الآن ما ينامون بالليل، العوائل ما تنام بالليل، وإذا تدارك هذا السهر عدة أيام أثر على الصحة وأثر على الفكر، فعليهم أن يناموا بالليل وأن يشتغلوا بالنهار. الله جل وعلا جعل الليل سكنا، وجعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا. نعم. ورد هذا السؤال يا شيخ في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ما صحة ذلك؟ وهل هذا خاص يا شيخ بالزمن الذي نعيشه؟ تيسرت وسائل النقل، فهل يدخل هذا في المسافر لوحده؟ الراكب شيطان لأنه لو حصل له شيء لم يخلص نفسه، لو أنه تعرض لخطر أو أصابه مرض، من الذي سينقله ويقوم به؟ فإذا كان معه مرافق فإنه حينئذ يقوم عليه وينقله ويتصل أيضا بالإسعاف أو ما أشبه ذلك، أما المنفرد فإنه لا يستطيع هذا. هذا وجه الله أعلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان، لأنهما لو تنازعا وتضاربا لم يجد من يخلص بينهما ويحجز أحدهما عن الآخر، أما الثلاثة فهم ركب يعني جماعة، لا يعني معهم العدة والأهبة لحل مشاكلهم. نعم. شكر الله لكم الشيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات خلال ساعة كاملة
استفدنا الحقيقة من هذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة ومن هذه التوجيهات والفتاوى والنصائح. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الشيخ وأن يرفع ذكره في الدارين. شكرا للزملاء في مكتبة الشيخ الذين أسهموا في إخراج هذه الحلقة، وأشكر زملائي من الفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر القمي يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.